ده اللي هو 7 of Wands، دي حالة دفاع عن النفس زي ما انتوا شايفين كده. اما انه في اتهامات عمالة بتجيلك كل شوية يا جوزاء، والاتهامات يعني نقدر نتخيل شكلها ممكن يكون عامل ازاي، انك مثلا مذبذب، انك متردد، انك مش مفهوم، الحاجات دي كلها انت في حالة دفاع عن النفس. لا مش انا، لا ما عملتش، لا مش قصدي، حالة من النوع ده شايفين بيدافع عن نفسه، او انت في حالة منافسة شديدة. المهم ان في توتر دلوقتي بس في توتر، بس الموضوع هيتغير. الحالة المادية عندك بتتطور بالراحة يا جوزاء، خلي بالك من المصروف، اصرف بعقل، حاول تعمل ميزانية وما تخرجش عنها لغاية لما الحالة دي تتطور، وهتتطور قريب على فكرة، قريب. بس لغاية لما يحصل ده وتحس بالأمان من الناحية دي، الأمان جاي اهو، هتبتدي تحس بالأمان قريب جدا. لغاية لما ده يحصل نظبط المصروف شوية ونشوف ما نصرفش غير في الحاجات اللي احنا محتاجينها فعلا. في هدف قدامك، انت رايح لهدف، رايح له بسرعة جدا، ومش هتقف غير لما توصل. واضح يعني عندك عزيمة شديدة جدا الوقت ده. وافتكر ان دي حاجة تخص المال، انت رايح لحاجة عشان تحسن بيها الوضع المالي ده، تخليه يتحسن بطريقة اسرع. هتوصل ان شاء الله. ليه بقى؟ عشان ده the world، كارت the world، كارت النجاح زي ما احنا شايفين، دايرة كاملة، دايرة كاملة. يعني انت شغال على مشروع او شغال على project وكمل خالص، كمل على الاخر، نجاح منقطع النظير من كل ناحية من كل حتة، وانت بتحس بفخر. انا عملت ده ازاي، انا ازاي انجزت ده، والناس طبعا اللي حواليك بيهنوك على النجاح اللي انت فيه ده. حاسس برضا، راضي عن نفسك انك انت وصلت للي انت عايزه، وصلت للي انت عايزه، وان شاء الله ما فيش عقبات. انا مش شايفة عصيان قدامك. وان شاء الله الموضوع هيكون متيسر، متيسرة على رأي أكرم حسني، متيسر. هنا في حيرة شوية، أنت محتار في قرار بين قرارين شبه بعض، الاتنين شبه بعض. الكارت ده بيقول لك امشي ورا إحساسك، دي مش عايزة تفكير ومش عايزة حسبة، دي عايزة تمشي ورا إحساسك. في بقى هنا ده الجوزاء، يعني حد بقى، انتوا عرفتوا خلاص وحفظتوا الكروت. الثلاث كوبايات دول اما ان هو احتفال بشيء، اما ان هو علاقة ثلاثية، يا اما انت فيها، انت مع حد والحد ده في حد تاني في حياته، او انت اللي في حياتك اتنين. انت ادرى، انت ادرى، بس انا ما اعتقدش ان هو احتفال، انا شايفة ان دي علاقة ثلاثية للأسف. عندنا كارت الموت، زي ما قلت لكم ما تخافوش من الكارت ده، ده مش معناه ان في حد بيموت حرفيا، لا، ده ممكن يكون معناه كمان انه في تحول جامد هيحصل في حياتك، موت لشيء وشيء تاني يحل محله، زي ما تقول كده ان انت بتوسع مكان لحاجة جديدة، لحاجة تانية، في حاجة بتروح بيحل محلها حاجة تانية. افتكر ان مجرد ما حالة التحول دي هتحصل، الهدف هيبان قدامك يا جوزاء، الهدف هيبان وهتروح له بكل قوتك وبكل سرعتك. very good، عندك طاقة جديدة، طاقة جديدة، الشهر ده حلوة جدا، هتساعدك لإنجاز المهمة دي، وطاقة خير كمان. يعني لو انت في منافسة، المنافسة شريفة، ما فيهاش اي يعني مقالب او الحاجات دي، منافسه شريفه، عندك طاقه خير ومركز مع نفسك، مالكش دعوه باللي بيحصل حواليك، مركز مع نفسك بس. وزي ما قلت لك كل بقى ده هيوصلك لحاله ماديه كويسه جدا. الاصفار في سفر ولا لا؟ ما افتكرش في سفر الشهر ده. بالنسبه لعلاقه جديده، لا مش شايفه علاقه جديده خالص، إلا إذا كان ده 3 of cups، ده ممكن يكون خطوبة، ممكن يكون خطوبة، بس الخطوبة دي اتليست الشخص ده بيكون معروف، أقصد أقول مفيش حب جديد، يعني هو لو هو حب قائم بالفعل فهو إن شاء الله هيحصل فيه خطوبة. لو مفيش حاجة خالص يبقى ده احتفال بشيء كويس وحاجة مفرحة وحاجة حلوة جدا، طاقة إيجابية قوي. لو لا ده ولا ده
فبقول ان ده علاقة ثلاثية، في حد في الطرف في الجوزاء عنده علاقة ثلاثية، يا اما الجوزاء نفسه. اطمن يا جوزاء، الدنيا ان شاء الله كويسة جدا معاك. الكارت الوحيد اللي انا شايفاه سلبي هو ده، ودي حاجة انت تقدر تتحكم فيها كويس جدا، انت بتدافع عن نفسك. لو انت شايف ان الموضوع مش مستاهل التعب والمعاناة دي كلها، ما تدافعش عن نفسك وخلاص، let it go، وسيب اللي عايز يفهم حاجة يفهمها. فاهمين قصدي؟ غير كده الدنيا كويسة جدا. نبص على الكومنتس كده في السريع. قرب يخلص لسه الجدي ما جاش. يا دينا، القراية بتبقى شهر من تاريخ القراية مش من أول الشهر، لأن لو ده معناه كده إن أنا المفروض أقرأ كل الأبراج أول يوم، ده أكيد شيء مش منطقي. فالقراية بتكون شهر من تاريخ القراءة، فما تقلقيش من حاجة. البرج لو عايزة تسمعي القديم ممكن تسمعيه، الفريش الجديد قريب قوي في الفرن يعني بجهزه. العذراء هنتكلم عنه قريب جدا يا جماعة، شكل العذراء بيطلب كتير. وبرج الدلو كمان. خلاص يعني، بس برضو هاخد رأي ولاء واحمد ايه اكتر حاجة اتطلبت، وان شاء الله هنصوت له بعد اللايف على طول. بص يا محمد، انا عن نفسي مقتنعة، لو انت مش مقتنع ده شيء يرجع لك، وبليز لو الموضوع مش عاجبك اخرج. بس ميرسي يا ام عبد الله، جدا بشكرك حبيبتي. العذراء والاسد في الحياة الزوجية دنيا. بصي حبيبتي، بعد اللايف انا بقول فقرة اسئلة كده 10 دقايق، سؤال بسحب فيها كارت واحد. لو عندك سؤال استني معانا واسألي سؤالك وان شاء الله هرد عليه. اول 20 يا فرح صح. هتستمر ولا ايه؟ الله اعلم يا سندس. هي دلوقتي قائمة بالفعل، وطالما قائمة ما اعتقدش انها هتخلص بين يوم وليلة، يعني مش هتخلص بشهر، فهي مكملة الشهر ده على الاقل. دي مجموعة ولا الكلام ده بصفة عامة؟ لا دي مجموعة يا ياسمين، دي مجموعة الأولى، العشرة الأولانيين اللي قلنا عليهم. تمام؟ أوكي. وعليكم السلام يا أحمد، أنت اللي منور، أهلا بيك. أوكي. برج القوس إن شاء الله هنقوله، والجدي خلاص، هو مش فاضل أبراج كتير على فكرة يا جماعة، كلهم هيتقالوا. اي مجموعه يا قو. مسا يا نير ومسا يا سيلفا، احنا في الاولى حبيبتي ما تاخرتيش ولا حاجه. هنبتدي دلوقتي القراءه العاطفيه. وامجد معانا في اللايف، اهلا يا امجوده، هاي حبيبي ازيك. امجد جوزي هنا يا ولاد، سلموا عليه. امجد طبعا انتوا عارفينه، انتوا بشير فيديوهات ليه كل شويه كده، احلى ستريمر احلى جيمر الصراحه شفته بيلعب، مش عشان جوزي والله، بس هو فعلا ستريمه حلو قوي قوي. طب منك تكلمي ضروري بعد اذنك. بسمع، حاضر حبيبتي بعد اللايف. طيب مش عايزه اطول في الكومنتس يا جماعه عشان نبتدي الحاله العاطفيه. الحاله العاطفيه للمجموعه الاولى، المجموعة الأولى، هعيد تاني التاريخ من 21 مايو لحد 30 مايو، ولو شهر 31 في صلحوني يعني. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اوكي. حلو قوي، لا جميل. طيب الجوزاء كعادته متردد، ده قرار، ده واضح ان ده قرار، لان ده في شخص في علاقه اوريدي. The lovers it means قرار، انت واقع بين قرارين، انت تقريبا مش عارف انت عايز الشريك ده اصلا ولا لا، يعني دي حاجه غريبه جدا، انت حتى مش عارف انت عايزه ولا لا. نفسك في مشاعر جديده، الكارت ده اللي هو الايس اوف كابس.
نفسك في مشاعر جديدة، مشاعر اللي هي الحب الغير مشروط، unconditional love، حاجة كده حب اللي هو في الكتب. مش عارفة انتوا كمان مثاليين قوي ليه كده في الموضوع، بس في حيرة وانت لسه اصلا ما خدتش قرار بالنسبة لشريكك، حتى لو انتوا في علاقة اوريدي فانت لسه حاسس ان انت مش واثق من قرارك. جوزاء، يعني هقول لكم ايه جوزاء، شايف شريكك ازاي؟ شايفه مسيطر عليك، بس مسيطر عليك بطريقة حلوة، بطريقة عجباك، مش مسيطر عليك بقوة بعنف، لا مسيطر عليك بالحب، يعني كله بالحب بطريقة حلوة، مروضك، يعني زي ما تقول مروضك فعلا. طيب هو عايز ايه؟ شريكك ممكن يكون كان بيمر بفترة كان بعيد فيها عن روحانيات شوية، حياته كان فيها يعني مشغولة كتير، فيها حاجات كتير قوي، محتاج طاقة روحانيات شوية، شوية هدوء. طاقة القمر، كارت القمر ده طاقة هدوء واسترخاء وطاقة تأمل، محتاج شوية تأمل ويهدي الريتم شوية. الريتم عنده تقريبا كان سريع، محتاج يهدي الريتم شوية، وممكن كمان محتاج يقرب من ربنا كمان. نفسه في ايه؟ لو انتوا لسه ما ارتبطتوش يا جماعة، فهو نفسه في اتمام الزواج، عايز زواج، عايز فرح. لو انتوا متجوزين اوريدي فهو نفسه في اجازة معاك، اجازة مع العيلة وتقضوا وقت حلو. هو فعلا يا جماعة محتاج راحة، واضح انه محتاج راحة، ده كمان اثبت لي ده اكتر كارت القمر اللي قبليه ده. حاولوا شوفوا على حسب وقتكم، ظبطوا حاجة حتى لو بسيطة، مهما كانت بسيطة، خدوا بعض وانطلقوا. شايفك ازاي؟ شريكك شايفك ازاي؟ بتظلمه، شايف ان انت بتظلمه. جاستس ده بيدل على قلة العدل، فهو شايف ان انت بتظلمه. الطاقة ما بينكم كينج اوف بنتكلز دي طاقة غنية جدا. يعني ايه غنية؟ يعني مليانة حاجات، فيها حب، فيها اهتمام، فيها غيرة، فيها مشاكل، فيها حاجات غنية، مليانة حاجات، في علاقات بتكون فاضية، فاهمين قصدي، ما فيهاش حاجة، انما العلاقة دي غنية، it's a rich relationship، حلوة جدا. يعني الفترة دي في حظ بقى، العجلة بتدور، عجلة الحظ بتدور، بمعنى الدنيا متسهلة أكتر، فاهمين بعض أكتر. كارت إيجابي 100%، 100%. الحيرة دي طبعا عندك أنت يا جوزاء، يعني أنا شريكك أكيد بريء من اللي بيحصل ده، دي حيرة، أنت واخد عايز تاخد تعمل حاجة بس مش شايف خطأ التوابع بتاعتها إيه، ومحتار كعادتك لسه أنت حتى في العلاقة محتار، مش عارف تاخد قرار. يعني ربنا يعينكم ويعين اللي معاك بصراحة يا جوزاء بجد. بس واضح ان الحيرة دي او القرار ده هيحصل قرار فعلا، وهتبتدي حاجة جديدة. حد منكم من الجوزاء، اما الجوزاء او شريكه، هيبتدي شغل جديد، حتى لو كان حاجة مشروع صغير، هيغير شغله خالص، يروح كارير تاني، هيغير مثلا ديبارتمنت، يروح من قسم لقسم تاني، هياخد كورس، في عملية تغيير هتحصل عنده في الشغل، عندكم في الشغل، اما الجوزاء او شريكه. بس العلاقه شكلها حلو جدا ما شاء الله، مفيش مشاكل. هو انت بس يا جوزاء يا ريت لو تحسم قرارك شويه، ولو انت فعلا ظالم شريكك يعني بليز حاول تفهمه كويس وما تسيئش الظن بيه. دي قرايه المجموعه الثانيه، سوري المجموعه الاولى، الحاله العاطفيه. هبص على المسج دقيقه ونبتدي المجموعه الثانيه على طول. ميرسي يا شوشه، طب كويس الحمد لله، صح كلامك، ميرسي يا خوله. صوتي بيقطش، لو بيقطش يا نور اطلع من اللايف وادخل مرة تانية، بيقطش. اوكي دي المجموعة الأولى يا أميمة، احنا لسه في المجموعة الأولى دلوقتي. الدلو والقوس، أنا شايفة إن الدلو والقوس أكتر حاجة بتطلب. أيوه بالظبط زي ما قال أحمد، اللي عنده الصوت بيقطع يخرج ويدخل مرة تانية. تمام اوكي الحمد لله، كويس جدا يا ياسر، الحمد لله تمام. لا 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 لا، خلي بالكم يا جماعة القراءة بتمشي ولاد وبنات.
اتكلمت عن الاسد ايران، ده حصل بالفعل، الاسد موجود يا حبيبتي في الصفحه، ممكن تشوفيه متسجل، وممكن تشوفيه على اليوتيوب كمان مختصر، يعني هتخشي على القرايه على طول. اوكي ميرسي يا اسماء، وينور عليكي يا حبيبتي. انا داخله لايف مخصوص عشان اقول لك اللايف الحوت ده يا شيخة، ايه ده، ما فيش حاجة غلط قلتيها، بحبك جدا حبيبتي يا شيرين. الحوت كان قوي فعلا، القراية كانت قوية. ميرسي يا حبيبتي قوي على الفيدباك بتاعك، بشكرك بجد كل حاجة. ميرسي يا سندس قوي، ميرسي يا ياسمين، بيقولوا لي برافو جمال، ازاي جمال كده. في المجموعة التانية في خطوة مترددين فيها نعمل فيها او نتركها. طيب سيلفا كعادتكم، بصوا حتى البنت جوزاء وبتسأل انها متردده في حاجه، انتوا عندكم التردد شيء فظيع. هديكي نصيحه، المسلمين استخاره، اكيد الاخوه المسيحيين عندهم حاجه صلاه بيعملوها معينه بحيث يجي لهم علامات او نص او اي حاجه، اي حاجه تدلكم من ربنا. دي اول حاجه في موضوع الحيره، لان هو واخد جزء كبير من حياتكم جدا يا جوزاء، الحيره اللي انتوا فيها دي. عندهم كل حاجه وعكسها. جوزاء مظلوم في حكاية التردد، كفاية سلبية علينا بليز. والله يا نرمين دي مش حاجة وحشة، يعني مثلا الحوت عنده برضه كل الأبراج عندها عيوب، ده من عيوبكم التردد، يعني أهو أهو أنا ما بجيبش حاجة من عندي، مش مشكلة إن إحنا نواجه عيوبنا ونحاول إن إحنا نصلحها يا جماعة، ما تخافوش من الموضوع ده، إيه المشكلة؟ يعني الحوت مثلا عليه أهبل، أهبل أي حد بيضحك عليه مثلا، فيواجه مشكلته ويحاول يستنصح بقى، مش أي حد يضحك عليه.